يا صباح الجمال، ما تيجوا نعمل كده شوية ممبار مدلعين. عايزة اقول لكم سهلين جدا جدا، وخطوة واحدة كده ما شاء الله، مش هياخدوا في ايدك 5 دقايق بالظبط. وعرفك ازاي كمان تظبطيه كده وتحطيه في الاطباق في الفريزر ويطلع معاكي على الاكل على طول. يلا ندخل على الفيديو الجبار، بس قبل ما ندخل يا ريت اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني. معايا بصلتين كبار حلوين كده، هضربهم في الكبة لغاية لما يبقوا ناعمين معايا، مش عايزاهم خشنين. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الطبق اللي انا هشتغل فيه على طول وافضي فيه البصل، ومقطعه على جنب شبت وكزبره وبقدونس، بس قولي ربطتين وربطتين وربطتين. الممبار يا جماعه بيحب الخضره كتير عشان يبقى طعمه معاكي كده تحفه. شويه ملح بقى وشويه كمون وشويه فلفل اسود ومكعب المرقه، ولو بتحبيه سبايسي حط شويه من الشطه الحمراء. تمام كده زي ما انت شايفة ما شاء الله، او تقطعي فلفل حامي اللي انت عايزاه. هدعك البصل بالخضرة كويس جدا بالتوابل، عايزة اقول لكم ان بيخلي الممبار في حتة تانية بجد. الحركة دي مهمة جدا جدا. هدعك كل ده، وبعد كده اقوم ضايفة الرز وهدعكهم بالرز كويس جدا جدا. دي خطوة اساسية ماشي زي ما انتوا شايفين كده. وفي الكبة اللي انا ضربت فيها البصل مش في الخلاط، هحط كمية الطماطم المناسبة معايا، هضربها كويس جدا من غير ميه ومن غير اي حاجه ماشي. انا مش عايزاه في الخلاط يبقى فيه ميه، لان ده سهل كده ني في ني كده، مش هياخد في ايدك ان شاء الله 10 دقايق كله في التحضير كله. تمام، معلقه سمنه كده بلدي وربع كوبايه كده من الزيت. الممبار يا جماعه زي ما انتم عارفين ان هو بيحب الزيت عشان خاطر يبقى سهل معاكي في الحشو. اهوت هقلب كل ده، وبعد كده احط الطماطم زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبعد كده ابدا اقلب كده ماشي. بعد ما قلبت كده يا جماعه حسيت ان اللون برده فاتح شويه، عايزاه اغمق من كده، ضفت له معلقه فلفل اسود وكيس من الصلصه ماشي. هي حاجه بسيطه، كيس من الصلصه مش اكتر من كده، بس بيعزز لون الطماطم وبيخليها من جوه احمر كده وحلو كده. اهم حاجه في الممبار تحبشيه، حبش الممبار بتاعك هتاكلي شويه ممبار تحفه. تحطيه في الفريزر كده وتطلعيه على الاكل بجد حاجه من الاخر زي الفل اهوت. انا بقى جايبه الممبار طبعا بيبقى حته واحده بيتنضف كويس جدا جدا، وبعد كده بقيس كده شبر واقوم حاشيه زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك. شايفين يا جماعه الجمال بيتحشي بكل سهوله. اهم حاجه في الممبار تخليه مبطط، تمام، خلوش منفوخ ولا حاجه، لازم يكون مهوي، هيطلع معاكي حلو جدا ومش هيفرقع منك في الميه ولا حاجه. تمام، انا حاطه حله ميه كده على النار اول ما بدات ان انا اشتغل فيه عشان تغلي كويس كده، وبعد كده نبدا ايه نحط فيها المباراة. خلص كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين كده، تفتحيه كده بصوابعك وتحشيه ما شاء الله. ده ممبار بناتي فزي الفل زي ما انتم شايفين، شايفين شكله حلو جدا جدا. تعالى اوريكم بقى شكله كده بعد خلاص كده انا حشيته. بصوا الجمال، ولا انضف ولا اجمل ولا احلى من كده. تعالوا بقى كده للميه بتاعتنا، حط فيها معلقه من الملح ومعلقه من الكمون ومعلقه من الفلفل الاسود. تمام، وابدا كده على طول تحطي الممبار. عايزه اقول لك ان انت اول ما بتحطي الممبار هو بيقفل بقه على طول، ما تقلقيش منه في اي حاجه ما شاء الله اللهم بارك، ما بيطلعش منك من الجناب ولا حاجه ماشي. تركايه حلوه قوي، بتدي للممبار ريحه حلوه قوي، وما بتشميش فيه اي حاجه، في الفلايه حاميه كده تحطيها كده وهو بيتسلق ما شاء الله، تشمي ريحته من على بعد. بصوا يا جماعه اول ما بتحطيه وبتطلعيه بيمسك نفسه ازاي اللهم بارك كده حاجه من الاخر. اسيبه كده تقريبا لغايه لما خلاص احس ان هو استوى معايا زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ما بين الربع ساعه والتلت ساعه بالكتير قوي، ما بياخدش فعلا 25 دقيقه. وبعد كده هبدا ان انا نشيله كده وانضفه كده كويس جدا جدا. انا عندي الاطباق الفل دي يا جماعه برصه فيها كده، بيبقى خطوه واحده لان انتوا عارفين الممبار بياخد غلبه كتير، فاهمه قصدي؟ فاسلم حل ليك ان انت ترصيه كده وتظبطيه وتكيسيه كويس جدا وتحطيه في الفريزر. تمام، بيطلع معاك على الاكل على طول، بس بجد اختراع، طعمه حلو جدا وسهل وسريع كده، والدبكه بتبقى مره واحده وبس كده. يا جماعه الفيديو خلص، ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ حاجه كده من الاخر، ما تنسونيش في اللايك ودعوه حلوه من